ومن اهم عناصر المنظومه استكمالا للكلام اللي انت بتقوليه كل الشباب والشابات المصريين والمصريات اللي هيكونوا ضمن اطار المنفذين او الاشرز حتى، يعني كل واحد منهم على حده هيكون بمثابه سفير للبلد من خلال حسن تعامله مع كل الوفود، كل الرياضيين اللي جايين، كل رموز الصحافه العالميه اللي هتكون موجوده، كل الحاجات الرفيعه دي في الاخر بتجمع وبتدي انطباع حلو عن البلد، وخصوصا ان احنا عملنا حفل اقل وصف دي الحقيقه ان هو كان مبهر. وكالعاده مصر دايما عندها قدره على تنفيذ النوع ده من الفعاليات الرياضيه المهمه، وعندها قدره على ابهار العالم لو حبينا، فعايزين نحب بقى والكلام ده يستمر الفتره الجايه ان شاء الله. كمان عايزين نقول انه امبارح والنهارده بيواصل المركز الاولمبي استقبال كل الشباب لاختيار المتطوعين لمونديال اليد 2021، واعلنت وزاره الشباب والرياضه ان المركز الاولمبي في المعادي استضاف اكثر من 6000 شاب وفتاه ضمن الاختبارات الخاصه باختيار المتطوعين اللي هيشاركوا في تنظيم فعاليات بطوله العالم لكره اليد للرجال. متطوعي البطوله اللي هيتم اختيارهم هيكون ملقى على عاتقهم دور في منتهى الاهميه الحقيقه ومسؤوليه كبيره جدا في انجاح البطوله، وهيكونوا في الخطوط الاماميه اللي هتعطي الانطباع الاول لدى كافة الوفود وكل الفرق ويمكن للعالم كله الحقيقة. طبعا توافد يعني كل المتقدمين للتطوع في هذه البطولة على المركز الأولمبي في المعادي على مدار أسبوعين وسط إجراءات احترازية مشددة، كان من بينها تطهير وتعقيم لجان الاختبارات وصالات الانتظار للمتقدمين، بالإضافة طبعا إلى الحفاظ على مسافات التباعد بين المتقدمين، قياس درجات الحرارة قبل الدخول. والجدير بالذكر أنه بتستمر هذه الاختبارات النهاردة إن شاء الله الثلاثاء لإجراء المقابلات الشخصية من خلال لجنة المتطوعين لهذه البطولة.